شكرا للسيدة الرئيسة. صباح الخير الناس الكل. أولا تحية ليك والمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وتحية لكافة الحضور، وتحية لزملائي رؤساء الهيئات العمومية المستقلة اللي شرفوني بالحديث باسمهم في هذا المحفل التاريخي. الحقيقة زاد كذلك في نفس الوقت أنا ينتابني شعور بالتأثر، خاصة كي أمام العدد من الضحايا وأمام البعض منهم اللي كانوا كذلك من ضمن منوبية أو كما نقولوا نحن بلغة المحامين موكلية بين فترة الاستبداد، وخاصة كي نشوف هالأبواب هذه اللي كانت في بعض الأحيان تفصلني على البعض منهم وتفتح حين أقابلهم وتغلق بعد أن أودعهم. وكل الشعور هذاك بالمسؤولية اللي كانت ملقاة علينا كمحامين آنذاك والظروف اللي كنا نخدم فيها. وبطبيعة الحال كما كان تحكي السيدة الرئيسة بعلاقة بالهيئات العمومية المستقلة وبعلاقة بتقريركم الختامي اللي اعتقد باش يتضمن توصيات تهم الدور المفصلي والدور التاريخي لهذه الهيئات، واللي كما تفضلت وذكرت به لا يزال البعض مش فاهم كنها ومش فاهم مسؤوليتها ومش فاهم دورها، خاصة دورها في ضمان نجاح مسار الانتقال الديمقراطي. هذا المسار اللي خلاف لما يعتقده البعض لا يزال مهدد، ولا يزال يمكن في أي وقت لا قدر الله أن تصير عملية الارتداد ونرجع إلى ما كنا عليه. وبطبيعة الحال من ضمن ضمانات عدم الرجوع إلى الخلف، عدم الرجوع إلى الوراء، هو الدور اللي يجب أن تلعبه هذه الهيئات. وبطبيعة الحال زاد كذلك نحب أن نأكد على نقطة هامة بعلاقة بملف مكافحة الفساد، وهنا ربما نتكلم كرئيس لهذه الهيئة ونحب ننبه، وإن شاء الله التنبيه هذا يوصل إلى من يتحملون اليوم مسؤولية الحكم، رأي منظومة الفساد لا تزال قائمة، لا تزال قائمة بشخوصها، بسيناريواتها، بمؤسساتها، وخاصة بقوانينها. وراو منظومة الفساد هذه اللي خلاها لنا النظام السابق اللي أحكم خاصة صنعها وتكوينها واعطاها الجانب المؤسساتي والجانب التشريعي، هي للتنبيه منظومة حتى سابقة ليها. ولدارسي التاريخ يلزم يذكروا دائما التوانسة اللي احنا الاستعمار دخلنا نتيجة الفساد، واللي يلاحظ سنوات 1836 وما بعدها حتى لين وصولا الى سنة 1831 تاريخ فرض الحماية على بلادنا، باش يلاحظ وباش يقرأ بكامل اليسر اللي الفساد هو اللي وصل تونس باش يتم استعمارها، كما أن الفساد هو اللي أجهض في وقت معناها معين حلم الهيئة الدولة الوطنية وخلى عدد من التوانسة يثوروا على دولتهم، سواء يثوروا عليها بطرق شرعية وهم أغلبية وحتى بطرق غير شرعية. والفساد هو اللي وصل التوانسة باش ثاروا على النظام بن علي، والفساد هو اللي اليوم في رأيي أنا المتواضع واللي عنده رأي آخر ماذا بينا يقول لنا عليه، الفساد هو أكبر تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا. واللي يحب ينجح المسار الانتقال الديمقراطي ويحب يمنع رجوع الاستبداد يجب أن يمضي قدما في اتجاه حوكمة هذه الدولة، حوكمة مؤسساتها ومكافحة الفساد. مرة أخرى بكامل العناية تفرجنا التوانسة الكل على للأسف تيمونياج الوحيد، الشهادة الوحيدة لأحد رموز العهد السابق، وكنا نتمناه نشوفه شهادات أخرى.
ونحب نرجعكم لذاك الشريط وما قاله ذاك الرجل اللي قال نفس الشيء اللي كنت نعمل فيه قبل قاعد يتواصل اليوم في الديوانة وفي الرجال الأعمال، أو ما نقولش يعني رجال الأعمال، رجال العمايل، وبعض زاد كذلك الناس المؤتمنين على أمننا، على صحتنا، على اقتصادنا إلى غير ذلك، اللي قاعدين يستفيدوا اليوم من نفس المنظومة. فالحذر، كل الحذر من هذا. يجب أن نتجه قدما نحو هذه المنظومة، ويجب أن نعمل كذلك على مكافحة واقتلاع جذور بيئة الفساد. بيئة الفساد اللي هي عندها بطبيعة الحال تمظهر اجتماعي وتمظهر ثقافي إلى غير ذلك. فأنا مع الناس اللي يقولوا ما عملناش حاجة كبيرة بعلاقة بمكافحة الفساد، لأنه هذا الانطباع السائد، وهو انطباع في رأينا غلط، لأن نحن في الهيئة وفي غير الهيئة قاعدين نعمل على المدى المتوسط، وقاعدين نعمل على المدى البعيد، وقاعدين نخدم مع الصغار، ونخدم مع الطلبة، ونخدم مع النساء، ونخدم مع المجتمع المدني، ولكن تبقى دائما جهودنا منقوصة، ولا قدر الله معدومة ما لم تكون مسنودة بجهود الدولة وبجهود المجتمع التونسي. مرة أخرى تحية للهيئة اللي نعرف اللي عملت في ظروف صعبة، في إكراهات عديدة، البعض منها نحن معنا عايشينها، ولكن مسار العدالة الانتقالية متواصل، لأنه أهم ما في هذا المسار خلاف لما قد يعتقده البعض. أنكور إن فوا عنا مشكلة هنا مع البرسيبسيون. العدالة الانتقالية هدفها هو بطبيعة الحال المصالحة، ولكن هدفها الأسمى هو منع أن نعود إلى ما كنا عليه. وشكرا لكم.